رمضان مبارك وكل عام وانتم مليون خير. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الامام الحسين الفضائيه، اليوم احنا في ضيافتهم وتحديدا في ضيافه شخصيه من الشخصيات العلميه والاكاديميه المهمه في مدينه كربلاء المقدسه. اجواء جدا جميله، وايضا اليوم في المكان اللي نتواجد به راح يصادف راح تكون هنالك مأدبه افطار جماعيه وايضا مجلس للامام الحسين سلام الله عليه. خليكم معنا. طيب التحية، نحييكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان مبارك، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم بأفضل القبول. حلقة جديدة من حلقات برنامج في ضيافتهم، ونحن اليوم في ضيافة شخصية علمية من الشخصيات المهمة في مدينة كربلاء المقدسة، نقيب الأكاديميين العراقيين في مدينة كربلاء، و أيضا أستاذ لمادة الكيمياء البروفيسور الدكتور منير عبد العالي الدعمي. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك، حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك. رمضان مبارك، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. إحنا سعداء اليوم نكون معاك، وهذا الجو الرمضاني الرائع جدا اليوم استمتعنا، جيناك بساعة مبكرة، وتعذر حضور الاخوه لان اليوم عندكم مجلس الامام الحسين سلام الله عليه، لذلك شوف يعني نقول اليوم مثل اللقاء حليه نحل كامله، الاخوه يفترون، الجماعه يطبخون، فموفقين وسعداء جدا ان نكون اليوم في ضيافتكم وفي هذا البيت وتحديدا معك دكتور. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. احسنت. في البداية يعني ارحب بكم اجمل الترحيب اخواني الاعزاء استاذ احمد السلطاني حبيبي دكتور، الله يحفظك. قناه الامام الحسين، هذه القناه اللي نورتنا واللي ان شاء الله تكون من يعني منبر من المنابر العلميه والثقافيه والتي يشهد لها، وما شاء الله هي اسم على مسمى ان شاء الله. الامام الحسين هو نور، نور نور الله في الارض والسماء ان شاء الله، وانتم ان شاء الله ايضا تنقلون هذه الكلمه، الكلمه الطيبه. وانت اليوم نور دكتور حبيبي، الله يحفظكم نوركم هذا ان شاء الله. احنا بصراحه اللقاء راح يكون لقاء عفوي، احنا عندنا يعني دائما في رمضان ان شاء الله يكون عندنا مجلس حسيني ان شاء الله ومأدبة افطار ان شاء الله، ويعني نلتقي الاحبه والاصدقاء والاهل والاقرباء بهالمأدبة هذه من باب ستر الرحم، من باب اللقاء تناقل الاراء الخبرات بهالموضوع هذا. انا بصراحه في البدايه ايضا ابارك لكم هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الكريم، شهر الخير، شهر العطاء، شهر الايمان، وبالاضافه الى ذلك احنا مرت يوم امس ذكرى عطرة علينا وهي ولادة الإمام الحسن، يعني ميلاد كريم آل البيت عليهم السلام، ومرة أخرى نرحب بكم أجمل ترحيب. وبصراحة يعني المثل الدارج يقول ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل، فأنت اليوم رب المنزل. إحنا إن شاء الله أولا مو ضيوف، وهذا المنزل فعلا إحنا أبواب إن شاء الله عما حرم الله، انتم اخواننا واعزائنا واصدقائنا، لذلك احنا سعيدين جدا ان نكون معاكم. الله يحفظكم. دكتور خلي ابدا معك الحوار عن مسيرتك العلميه، منين ابدي مع دكتور منير؟ الان نقيب الاكاديميين العراقيين في مدينه كربلاء المقدسه، واستاذ ماده الكيمياء التحليليه في جامعه كربلاء. منين بدات المسيره العلميه؟ وش عجب الاحياء التحليليه؟ الكيمياء التحليلية. كيمياء تحليلية، العفو. أنا بصراحة يعني أحب أفصل من أتكلم، أحب أفصل تفصيل. جدا طبيعي وبراحتك، الحديث لك. إحنا اليوم في بصراحة يعني أنا يعني ولدت في بيئة ريفية، والحمد لله الشكر، هاي دائما البيئة الريفية تتميز بالمحبة والأخلاق والتسامح والبساطة مع الناس بهالشكل هذا. كانت مسيرتي في البداية كملت مدرسة يعني الابتدائية في مدرسة مقصر الابتدائية هنا على الشارع العام، يعني من جهة هسه في كربلاء. في كربلاء، اي حتى لو يروح الاسم للبصرة في كربلاء. في كربلاء مدرسة مقصر الابتدائية هنا عندنا. بعد ما اكملت الابتدائية يعني انتقلت الى المتوسطة ايضا في مدينة كربلاء في الهندية في الجدول الغربي، متوسطة كانت تسمى متوسطة البعث، الان تسمى متوسطة المواهلة. بعد ذلك مت المتوسطة انتقلت إلى الإعدادية، إعدادية الهندية. إحنا في قضاء الهندية
بطويريج، عندنا اعداديه الوحيده هي كانت اعداديه هنديه للبنين، عندنا اعداديه كانت للبنات واعداديه للبنين، فبالهنديه كل قبائل الهنديه كان في ذاك الوقت عندنا اعداديه وحيده وهي اعداديه الهنديه للبنين. يا سنه هذا الحكي؟ هاي السنه تخرجت اني 1994 94 تخرجت من الاعداديه بس وحده بالهنديه. بالهنديه 1994 كان عندنا اعداديه وحيده فيها هنديه هي اعداديه الهنديه. بلى ما شاء الله دكتور، هذا القضاء الكبير جدا، قضاء تعرف انت سياسات النظام السابق وكذا يعني، بس احنا رغم ذلك كنا رغم هذه الضغوطات وهذه، لكن كانت ما شاء الله عندنا ثل طيب من الشباب والكفاءات العلميه اللي مثابره جدا بصراحه. وبصراحه من اعداديه الهنديه تخرج الكثير من العباقره، من العلماء، من الاساتذه الجامعات، من الاطباء، من المهندسين، من الكفاءات العلميه في مختلف المحافظه. بعد ذلك في عام 1994 تم قبولي في كلية الهندسة جامعة الموصل قسم الميكانيك. هسه راح تقول لي هاي مفارقة، ميكانيك شلون جابك على كلية العلوم وانت استاذ بالكيمياء؟ فبصراحة تعرف يعني احنا اتذكر انا قبل يعني من كنا طلاب يعني نقطع مسافة يعني ضمن هالمنطقة الريفية، أقطع مسافة ما لا تقل عن 3 أو 4 كيلومتر حتى توصل المدرسة، حتى أوصل يعني بصراحة حتى أوصل الشارع العام. يعني في أيام الشتاء وخاصة أيام ممطرة تكون كذا، يعني كنا نتمشى هاي المسافة كلها حتى نوصل للشارع العام، زراعية وطين، زراعية وطين وبرد وكل المصاعب هذه كنا نتجاوزها الحمد لله والشكر. كان شباب روحه عالية يعني عنده روح المثابرة، عنده إرادة بصراحة، فكنا نتحمل كل هذه المشاق والمتاعب ونوصل للمدارس مالتنا ونحقق الحمد لله والشكر أحسن نتائج. بصراحة أنا مرات حتى ويا طلابي أحكي لهم معاناة مالتي اللي كنت أنا كطالب، فيعني حتى أحفزهم إنه يكونون هم يعني بقدر المسؤولية حتى هم يكون عندهم فرصة أفضل باعتبار الظروف هسه أفضل من ما كان. أكيد سابقا. أكيد أكيد أفضل بكل تفاصيلها. ففي العام 1994 قبلت في كلية الهندسة موصل. تعرف حضرتك يعني أنا يعني من أروح للموصل، الموصل كنا يعني لازم تقعد هناك أقسام داخلية. صح. يعني ماكو كل أسبوع تقدر تنزل. لانه عندك الاوف كان بس يعني مجرد يوم الخميس. فماكو يعني يفترض انت بالكورس الاول 3 أشهر يفترض انت تنزل لك نزله واحده للبيت او نزلتين. بل والبقيه تبقى. واتذكر كنت اطلع من انا من يعني من الهنديه من الجدول الغربي لطويريج، ومن طويريج اطلع اصعد للحله، ومن الحله اصعد سياره 8 ساعات يلا نوصل الموصل. هذه بال 1994. بل بصراحه يعني داومت لي هناك بحدود شهرين تقريبا. لقيت مصاعب كثيره هناك، مصاعب يعني ما قدرت انه تتجاوز اقدر اكمل دراستي هناك. زين فحاولت انه احول من الاعلى الى الادنى، من كليه اعلى الى ادنى. زين فبقيت بصراحه يعني حتى الموافقات كانت صعبه، مو مثل هسه بهالظرف هذا من السهوله انه تحول من الاعلى الى ادنى. فتحولت من كليه الهندسه الى كليه علوم. زين علوم اقرب كليه علوم عندنا في المنطقه، حتى كانت جامعه كربلاء ما عندنا يعني ما مفتوحه جامعه كربلاء في كربلاء. بلي. كانت الجامعه القريبه ان الوحيده هي جامعه بابل بصراحه. فانتقلت لجامعه بابل الى كليه علوم. زين جاي متاخر انا عن زملائي المقبولين. يعني انت الترتيب الدراسي من وضعك بهذا الاختصاص مو رغبتي. مو رغبتي هسه تجيك يعني راح تشوف تقول هاي مفارقات شلون صارت بصراحه يعني. زين أنا دائما قلت لك التجربة مالتي أحكيها لطلابي، أحفزهم أقول لهم الطلاب ترى يعني مرات الإنسان الناجح رغم أنه ينحط باختصاص مو اختصاصه لكن هو يجب أن يكون يثبت أنه هو إنسان ناجح. أكيد أكيد يعني مو خيارك يكون مبدع. بالضبط. هو شنو دكتور؟ هو الإبداع. الإبداع مو بالضرورة أن أكون أنا مبدع بعملي، لا بالضبط. أنا من أحط مكان آخر وأطلع راس خير مثل ما نقول هذا الإبداع. صح بالضبط. يعني مو أنت تختار في المكان حتى تبدع، وإنما أنت في أي مكان توضع فيه يجب أن تحقق فرص الإبداع. أكيد إن شاء الله. فالحمد لله والشكر قلت لك انقبلت في كلية علوم، جيت متأخر أنا من هناك. فبصراحة كان في وقتها مفتوح قسم جديد في جامعة بابل في كلية علوم، قسم الحاسبات. كانت رغبة عالية هذا قسم الحاسبات باعتبار جديد وإلى فرص عمل كثيرة. بل. فباعتبار أني معدل يعني يساعدني لأن أنا جاي من كلية الهندسة إلى كلية العلوم. بل. فبصراحة يعني كان مدير التسجيل ما أعرف الشخص بصراحة. طبعا لو أحكي لك هسه هو زميننا وبالاختصاص وأستاذ وياي بنفس الاختصاص. زين. ويدز علي ومناقش طلابه ويدز علي يناقش طلابي بالماجستير والدكتوراه وهكذا. حلو ما شاء الله. فيعني على ذكره هو حاليا الأستاذ الدكتور داخل ناصر طه الزرقاني. أستاذ الكيمياء التحليلية في جامعة بابل. بل. هو في وقتها كان حامل شهادة ماجستير، كان مدير التسجيل في الكلية.
مدير التسجيل في الكليه. فاجيت متاخر قلت له استاذنا الفاضل يعني حصلت الموافقه بين رئاسه جامعه الموصل ورئاسه جامعه بابل وكليه العلوم انه انقب لعندكم طالب مرحله اولى. طيب بس انا رغبتي اريد كليه يعني قسم الحاسبات. زين. فهو بقتها قال لي اخونا العزيز لا احنا ما ناخذك حاسبات احنا نريدك كيمياء. شوف هنا هنا يعني نقول مرات هاي عرضه خير. فهو هنا يعني قال لي لا تروح كيمياء. انا ما كانت رغبتي كيمياء. اي فانا بقيت في سنتها في سنه 1994 طلع بالكيمياء بالسادس اعدادي 98. ما شاء الله اي معدل ممتاز. قال لي انا ترى 98 طالع وحرامات يعني هذا خوش معدل بالكيمياء وهذا فانت ان شاء الله لك مستقبل بالكيمياء. زين. حكيت له قلت له استاذنا الفاضل ترى انا صدقني ما احب الكيمياء معقده ودراسه يعني ما اريد الكيمياء ما ارغب فيك. قال لي لا مو بكيفك انت تروح يعني كيمياء. شوف هنا عرضه خير. شوف يعني انسان انت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد ما يريد احسن يعني الله سبحانه عز وجل هو اللي يسخر الامور في الاتجاه فعلا عارف. اكيد فالحمد لله والشكر رغم انه انا جيت متاخر عن زملائي تقريبا بحدود الشهرين زمان بالمرحله الاولى طلعت الاول عليهم في جامعه بابل ما شاء الله الحمد لله والشكر بالمرحلة الثانية أيضا الأول عليهم المرحلة الثالثة المرحلة الأول عليهم المرحلة الرابعة الأول عليهم تخرجت من كلية علوم قسم الكيمياء في جامعة بابل الأول عليهم بس بصراحة الأساتذة كانوا أساتذة أقوياء بمعنى الكلمة بالاختصاص اختصاصات العلمية يعني مجموعة من الأساتذة يعني الكرماء والأفاضل اللي درسونا في ذلك الوقت يعني أذكر من عندهم الأستاذ الدكتور فلاح حسن حسين الخفاجي الأستاذ الدكتور علي الركابي الأستاذ الدكتور دايخ عبد علي الحسناوي الأستاذ الدكتور علي الفتلاوي الأستاذ الدكتور عباس نور الشريفي الأستاذ الدكتور داخل ناصر طه دكتور إذا تنسلك واحد إحنا متحمس يعني أنا بصراحة نقول كلهم تحياتي كل لهم كل الاحترام وكل التقدير يعني عمادة ومنتسبين وتدريسيين في كل كلية وليس في كل في قسم الكيمياء يعني كلهم أكيد صاحبين أكيد إحنا نقول اليوم من علمني حرفا ملكني عبدا يعني يعني كلهم ساهموا إن شاء الله في يعني تقديم خدمة لنا وجزاهم الله خير الجزاء ان شاء الله كلهم معاونهم هم معاون بصراحه احنا بعد ذلك يعني بديت بالمرحله الرابعه يعني اتقرب من طلب الدراسات العليا في ذلك الوقت يعني انا التخرج مالتي كان في عام 1998 زين بدأت اول عام اي بديت اتقرب من طلب الدراسات العليا كان اكو عندنا امتحان لغه انجليزيه كفاءه لغه انجليزيه يسمونه اختبار اللغة الإنجليزية فدخلت أتذكر في شهر الواحد اختبار اللغة الإنجليزية الحمد لله والشكر احنا دخلنا بحدود 350 طالب طبعا متخرجين وقسم ما متخرجين في مرحلة الرابعة يعني أحكي لك بمختلف اختصاصات هندسية طبية إنسانية بمختلف اختصاصات دخلنا بصراحة الحمد لله والشكر استطاعت أنه أنجح بهذا الاختبار يعني أنا أتذكر كان تسلسلي 18 من أصل 32 طالب اللي نجحنا من أصل 350 طالب كان مركز هو الوحيد في بابل هذا يعني أعتقد هو المركز في فرات الأوسط الوحيد كان مع الاختبار اللغة الإنجليزية كان في كل العراق 6 مراكز لاختبار اللغة الإنجليزية المركز هذا السادس هو اللي انفتح في جامعة بابل في وقتها في عام 1998 فابتدى هنا الطموح أنه الحمد لله والشكر أخذت كفاءة لغة إنجليزية عندي كفاءة حاسوب يعني دا أشيك وضعي إنه إن شاء الله أطلع الأول على جماعتي زملائي لأنه المرحلة الأولى أول الثانية أول المرحلة الثالثة الأول على زملائي فيعني طموح اكتمل بديت أتقرب من طلب الدراسات العليا يعني أسألهم أستفسر عن وضع الدراسة دراسة عليا طبيعة الدراسة طبيعة التعامل هالشكل هي وضعي الحمد لله والشكر قدمت على الدراسات العليا قدمت على الدراسات العليا فتم قبول إحنا بحدود 11 طالب على الماجستير في العام الدراسي 1999-2000 1999-2000 على العام الدراسي يعني باعتبار تخرجت 98 بل. 99 مباشرة يعني قدمت على الدراسات العليا هو باعتبار دكتور هم الأوائل أعتقد لهم الأوائل لهم أولوية الأولوية بالضبط فإحنا قبلنا 11 طالب دخلنا 11 طالب طبعا الكورسات في جامعة بابل الكورسات قوية شرسة بصراحة يعني ماكو مجاملة بالعلم كورسات قوية دراسة قوية يعني خلينا نقدر نقول الوضع العام في وقته يساعد على ان تكون هسه حاليا فسة. اكو يعني الظروف او انت كاستاذ جامعي يعني بصوره غير لا يعني لا اراديه هو يجيك المستوى المتخرج من الاعداديه هو مو بذاك المستوى ضعيف هاي ارجع لها بعدين هاي بعدين نرجع لها فماكو اي مجامله بصراحه يعني الحمد لله وشك احنا من اصل 11 نجحنا بالدور الاول بالكورس الاول 2 فقط
يعني نجحنا فقط 2 من اصل 11. الحمد لله والشكر كملت. ماكو تليفونات هذا لا لا ماكو لا ماكو ماكو عيني ماكو عيني يعني انا يعني ما ارد ابالغ بصراحه ما ارد ابالغ بس اخواني وزملائي بجامعه بابل يعرفون هذا مرات يسوون لنا كيرف داون. هسه يقول لي شنو كيرف داون؟ يعني اذا شاف المعدلات عاليه ممكن يقولون ناقص 2 كل الدرجات. يعني مو زاد 2 او زاد 5 او زاد 10 مثل ما يعني يقول لك احنا رصانة علمية احنا نريد بمستوى علمي معين احنا كجامعة بحيث انا الاول كنت على جامعة على قسم الكيمياء حتى اثبت لك هذا الموضوع في قسم الكيمياء في كلية علوم معدل 73.353 في كليات اخرى غير جامعة باب في غير مو كلية علوم طلاب مطلعين 80 هو مو من ضمن العشر الاوائل مو من ضمن العشر الاوائل يشوف اي مستوى علمي بس من تجي للامتحان التنافس لا تلقى احنا الاوائل من تجي للاختبارات العلميه لا تلقى ابو المعدل 73 وهو اول هناك واللي ابو 80 بغير كليه لا ابو 73 هو طلع الاول هو الاول طلع يعني بهالشكل هذا بصراحه فالحمد لله والشكر كملت الماجستير باختصاص الكيمياء التحليليه عندي ايضا اخواني وزملائي حاليا هم اشرفوا علي في دراسه رساله الماجستير استاذ دكتور قاسم كاظم حسن كاظم جامعه بابل واستاذ دكتور عباس نور الشريفي الان هم زملائي لي بنفس الاختصاص يعني من اقول لك زملائي يعني انا اروح اناقش لهم طلابهم طلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه رسائلهم وهم ايضا يجون يناقشون طلابي البحوث تقييم علمي كذا يعني اكو عمل مشترك بيننا هذه تكون علاقه رائعه جدا رائعه جدا بصراحه احنا الان اساتذه ويتعاملون وياي مو يعني مو بصراحه يعني ما يتعاملون وياي كاستاذ وطالب ولكن انا انظر لهم لا بعدني انظر لهم بنظرتهم اساتذتي الكبار على الرغم من انه احنا مرتبتنا العلميه واحده يعني هم لقب استاذ بروفيسور وانا لقب بروفيسور لكن انا انظر لهم هم اساتذتي هم اقدم من عندي في المرتبه العلميه أكيد. هم في يوم من الايام كانوا اشراف علي هذا الموضوع طبعًا. بعد ذلك يعني تخرجت في العام 2001 عام 2001 على 2001 2002 قدمت على الدكتوراه طبعا انا من المفارقات الحلوه انه ما خادم عسكريه يعني كملت البكالوريوس مباشره طبيت على الماجستير مباشره طبيت على الدكتوراه تعرف حضرتك احنا كانوا ياجلوننا من البكالوريوس على اساس انه من تكمل الماجستير تخدم عسكريه 3 شهور اعتقد فبعد ما قدمت على الدكتوراه بكت سقط نظام البائد ورا سقط النظام راحت حتى 45 يوم راحت زين الله خلص يعني ما خادم عسكريه ولا يوم بحياتي الحمد لله والشكر زين فبصراحه بالعام 2001 قدمت على الدراسات العليا في جامعه بغداد في كليه علوم جامعه بغداد حلو شوف واحده من الامور اللي اعتز بيها كان عميد الكليه دكتور فلاح حسن حسين الخفاجي عميد كليه العلوم في جامعه بابل ما قبل ينطيني كتاب تدري في ذاك الوقت ما ينطون وثائق وثائق تخرج حتى تتخرج وتاخذ وثيقه مثل اليوم لانه باعتبار اذا اخذت وثيقه قد تاخذ الوثيقه وتسافر خارج القطر وتشوف فرصه صح تعيين صح او عمل خارج القطر صح فينطوك فقط حتى كانت شهاده ما تترجم بذاك بالضبط فينطوك فقط تأييد تخرج وتأييد تخرج لازم يعرفون الى اي جهه معينه حتى ينطوك تأييد التخرج فبقيت انا اريد تأييد تخرج الى كليه علوم جامعه بغداد اللي بالجادريه باعتبار اقدم على الدكتوراه تدري هاي يتحرر الكتاب من السيد العميد عميد كلية علوم جامعة بابل فبقت هالرجل يعني اعتزازا بيه قال لي ما أحرر الكتاب هذا ولا أعطيك كتاب تأييد قلت له دكتور شنو السبب قال لي احنا فاتحين دكتوراه هنا عندنا في جامعة بابل هالسنة واني اضمن لك انه انت ان شاء الله من الطلبة الاوائل الناجحين هنا واحنا من نريد خيرنا يروح لغيرنا حلو زين اعتزازا بينا اعتزازا بينا اعتزازا بينا اي بصراحة باعتبار يعني بذرتهم وانتاجهم ويعرفون مستوانا بصراحة فقال لا احنا نريدك هنا تكون عندنا في جامعة بابل طبعا يعني تناقشت وياه قلت له دكتور احنا بالنسبة لنا جامعة بابل جامعتي والأساتذة أساتذتي ولكم فضل كبير علي في الموضوع هذا بس تبقى احنا كلية علوم في جامعة بغداد هي الكلية آخر. الأم صح. هي الكلية الأم هي الكلية الأولى في صح. الكليات صح. العلمية بالجامعات العراقية فلا تحرمنا انه تكون لنا بصمة هناك بصراحة يعني تفاوض يعني مفاوضات كثيرة حتى وصلت إلى مرحلة أنه قال لي أوكي لا ما أعطيك أنا كتاب تأييد إلا تقدم تعيين هنا بجامعة بابل. أها. إحنا بذاك الوقت ما كنا مفكرين بتعيين بصراحة لأنه تدري الرواتب كانت مو بالمستوى المطلوب.
بصراحة، ولو احنا نقول بلدنا ويحتاج خدمة بلدنا وكذا اكيد، لكن يعني الوضع الاقتصادي ضمن الوضع الاقتصادي يعني احنا وضعنا الاقتصادي تعبان، فقلنا بلكي نقدر نكمل شهادة عليا وبعدين تكون عندنا فرصة خارج القطر يعني فكم سنة، وبعدين واحد يقدر يرجع يخدم بلده. يعني احنا بصراحة يعني الانسان اليوم من الاولويات هو انه يخدم بلده زين، ولكن احنا في ذلك الوقت كانت عندنا كفاءات علمية كافيه يعني مغطيه. دكتور ارجع لك بس كمل الدكتور. كملنا الدكتور، طبينا على الدكتوراه بصراحه، طبينا على الدكتوراه بصراحه. بالدكتوراه احنا قدمنا بحدود ال 32 طالب على الدكتوراه، تم قبولنا قبول 9 طلاب على مستوى العراق. طيب تسلسل 3 الحمد لله والشكر من ضمن الاسماء المقبوله كان هو يعني من حصتي الحمد لله والشكر. فيعني اتذكر حتى في وقتها كانت عندي هم مشكله بالقبول في وقتها، يعني تسلسل 3 كان محجوب يعني ضمن الأسماء اللي محجوبة. فتدري أنت يعني واحد من يشيك وضعه معدلة وامتحن امتحان تنافسي وشاف نفسه زين بالامتحان التنافسي زين، يعني من يشيك وضعه يحس نفسه أنه المفروض هو من ضمن التسعة المقبولين. طيب زين اسمك لا من ضمن التسعة المقبولين ولا من ضمن الأسماء البقية اللي احتياط أو اللي هي خارج الاحتياط زين، فوين اسمي راه زين. ففي وقتها راجعت مقرر الدراسات العليا، في ذلك الوقت كان بصراحة أستاذنا الأستاذ والعالم الجليل دكتور سامي المظفر. دكتور سامي المظفر يعني هذا الرجل بصراحة عالم بمعنى كلمة عالم، اللي هو بعدها بعد السقوط أصبح وزير تربية وأصبح بعدها وزير تعليم عالي يعني بصراحة بعد السقوط، ورجل يعني ذو خبرة عالية. كان هو يشغل في وقتها مقرر الدراسات العليا في قسم الكيمياء في كلية علوم جامعة بغداد. راجعته باعتبار هو اللي يعني تدري حضرتك اللجنة، هو رئيس اللجنة وهو اللي يرفع الأسماء إلى رئاسة الجامعة والوزارة حتى يصدر أمر وزارة وأمر جامع بالقبول. طيب فراجعته شيء قال لي لا ترى التسلسل 3 إلك، هذا اسمك موجود وهذا الرقم يعني الرقم مالتك 3 تسلسلك وهذا درجة التنافس مالتك هلقد. بصراحه بوقتها راجعت اكثر من مكانها وجدت انه هنالك يعني الظاهر كاتبين اكو مؤشرات امنيه يعني هو وارد خطا في الاسم بصراحه، وهم معتبرين انه اكو مؤشر امني مو يعني خلينا نقدر مؤشر امني مو بصالحي، ف دازين معلومات امنيه انه يشطب الاسم، لان هم بصراحه بعدين انا استفسرت انه دازين كتب امنيه كان في ذاك الزمن كتابين دازين الهندية دازين كتاب باسم عنبر عبد العالي عباس وكتاب آخر اللي بعده جاي باسم منير عبد العالي عباس. الكتاب الأول كاتبين عليه غير معروف مرجعي، فالأمن العام من دزة الوزارة ما فسروا أنه غير معروف، توقعوا أنه عندي معلومات أمنية مو زينة، وهنا الأخوان بالهندية أمن الهندية رادوا ما يعني يثيرون هذا الموضوع، فقالوا أضعف الإيمان خلينا نقول عليه غير معروف ورجع الكتاب. طيب في حين الكتاب الثاني معلومات أمنية سليمة جدا ورجعوها. إحنا هذا مو موضوعنا. انقبلت بالدكتوراه الحمد لله والشكر بغداد، في بغداد في كلية العلوم في بغداد. حلو. تخطيت الكورس الأول الحمد لله والشكر، تخطيت الكورس الثاني. تدري بعد الكورس الثاني أكو عندنا امتحان يسمونه امتحان شامل. بلي دكتور وصلني امتحان شامل، خذ لي الدكتوراه وخذ لي درجة الأستاذ ماشي. داخل فاصل ماشي. يعني ماشي. كلام لا أنت تتكلم يعني أحس أكو فت قضية ببالك تطرحها بالضبط للناس انه تتكلم بهذه الطريقة عن هذا النتائج، تقول ترى ما جبناها لا لا مو بالهين، لا ماكو شيء بالهين، لا ماكو شيء بالهين. بس انا ارجع لك بعد الفاصل اكمل حول هذا، بس نكمل احنا نكمل حتى الفاصل. فقلت لك كملنا الدكتوراه يعني بصراحة باختصاصي، تدري احنا توزعنا اختصاصات مختلفة، فباختصاصي اختصاص الكيمياء التحليلية طلعت الاول على زملائي باختصاص، على الرغم من انه انا جاي منين من الفرات الاوسط والاخوان هناك يعني اغلبهم من بغداد واغلبهم كانوا هم يدرسون في جامعه بغداد. طيب يعني إيه حتى تقول حتى نرجع مره ثانيه ونقول هم ايضا ماكو مجامله بالعلم، ماكو مجامله. انا جاي من الفرات الاوسط يعني احتل المرتبه الاولى على زملائي في اختصاصي، على الرغم من الاخوان جايين في جامعه بغداد ودارسين نفس الكورسات ونفس الماده ونفس الاساتذه هم اللي مدرسيهم. يعني هذا حتى نرجع نقول هنالك كان انصاف من قبل الاساتذه انه كل شخص يطوه حقه وكل شخص ياخذ استحقاقه في الدرجه. ممتاز جدا. هذه بعدها كملنا بصراحه يعني قبل لا اكمل الدكتوراه في العام 2003 طبيت في مرحلة العملي، أصبح هناك سقوط النظام السابق، سقط النظام السابق في 9/4/2003. في هذه الفترة بصراحة قبلها كان عندي امتحان تنافسي
قبل هالفترة هذه 2001 انفتحت كلية التربية، وعندنا كلية العلوم في جامعة كربلاء. فانفتحت جامعة كربلاء، تأسست عام 2001. جامعة كربلاء تأسست وين؟ في كربلاء. أول كليتين تأسست هي كلية التربية كانت، وبعدها كلية العلوم. فتدري عميد الكلية أصبح هو دكتور دايخ عبد علي الحسناوي. الرجل بصراحة يعني اعتزازه بينا قام يدز لي يعني أكثر من شخص، خليه يجي أستاذ منير، خليه يجي نشوفه، خلينا نلتقي به، خلي فرصة التعيين مالته موجودة هنا في جامعة كربلاء، هنا عندنا، خليه يجي. إيه أنا تدري كورسات، عندي كورس أول دراسي وكورس ثاني وبعد امتحان شامل، صار ضغط على بشكل. وانت منطح شاي البابل انه لا لا بابل ما انطيتهم حشاي اي بس تدري هم طبعا المناسبة الكادر اللي كان ببابل انتقل هنا. انتقل هنا يعني قلت لك انا دكتور دايخ عبد علي كان هناك في بابل بعدين انتقل هنا. طيب بصراحة يعني من انتقلنا هنا لجامعة كربلاء يعني صار ضغط علي انه يا بخل تجي على الاقل تجي تبارك لنا انه استلمنا عمادة وفتحت كلية هنا. بعد ما خلصت الامتحان الكورس الاول والكورس الثاني قبل امتحان الشهر مريت بصراحة يعني سويت لي مره على الكليه، كليه علوم. اتذكر كان دكتور دايخ عبد علي هو عميد الكليه بصراحه في وقتها، باركت له استلام العماده والمهام الجديده في وقتها. وبصراحه كان اكو عمل جاري في تشكيل النواه الاساسيه لجامعه كربلاء، كانت كليه التربيه موجوده وكليه اداره واقتصاد وكليه علوم مستواها مفتوحه. ففي وقتها هو رجل يعني عرض علي انه قال لي لازم تتعين عندنا هنا في جامعة كربلاء، احنا في كربلاء وهي مدينة كربلاء، ومدينة كربلاء لها حق عليك وانت ابن كربلاء ولازم تعين في في هذا الحكي في جامعة. بعدك الدكتور انا بعدني ما مكمل بعدني توني طاب عن امتحان الشامل ومخلي ما مخلي ببالي فرصة التعيين بصراحة. زين بس احرجني بين قال لي هاي مدينة كربلاء مدينة الحسين، واحنا اذا مو اهالي كربلاء يقومون في هذه الجامعة ويشكلون النواة الاساسية والرئيسية ما راح تنبني هاي الجامعة. زين انت تدري احنا كل احنا عندنا انتماء لهذه المدينه طبعا. زين يعني انتماء لهذه المدينه لهذا البلد لهذا الوطن لازم نخدمه. زين فبصراحه حاولت مره اثنين انه اعتذر عن موضوع التعيين، وصلت الى مرحله جر ورقه وقلم وورقه قال لي هذا قدم الطلب مال التعيين مالتك. زين خل اخذ دكتور فاضل. بس فاصل ماشي براحتك. ومن راح ارجع ما راح ارجع على الدكتوره راح اغادر؟ لا راح نطب على القابل العلمية. ها لان باعتبار احنا وصلنا على التعيين. بلي ولا وهم ما راح اطب على القابل العلمية. انا اكو شغله ببالي ارد اطب لها بهذا الموضوع ماشي خصوصا معك. اذا مشاهدي الكرام بهذا الحديث الممتع وهذا الاسترسال مع البروفيسور الدكتور منير عبد العالي الدعمي نتواصل معاكم لكن بعد الفاصل. كرام مشاهدي قناه الامام الحسين الفضائيه حياكم الله مره اخرى، عدنا واياكم كي نكمل ما تركناه قبل الفاصل وحلقه من حلقات برنامج في ضيافتهم، وتحديدا احنا اليوم في ضيافه البروفيسور الدكتور منير عبد العالي الدعمي. دكتور حياك الله اهلا ومرحبا بك. حيا الله اصلك. دكتور قبل الفاصل انطيتك البارت الاول كلش، هسه كملت المسيره العلميه ما كملت هاي بعد ما انا العليه والله المسيره العلميه يعني ما تخلص ثري بارت لو تكمل ولا لا والله ما تخلص. دكتور اليوم يعني اثناء حديثك عن هذا المنجز العلمي جنابك اللي حققته يعني اكو هذه الاسترساليه ما جايه من فراغ، يعني جايه تريد تقول انه ترى اليوم هاي الشهادات اللي حصلناها ترى تعبنا عليها، ترى وكأنما تعطي رسائل للآخر أنه ترى مو هيك الحكي يا جماعة الخير، ترى اليوم أكو هسه ما أعرف هاي قراءتي قد تكون صحيحة أو خطأ. أكو فرق اليوم دراستكم عن دراسة اليوم بالجامعات سواء مثلا بالإعداديات خلينا نقول المراحل المنتهية. احنا وضع التعليم بصراحة وضع التعليم بعد سقوط النظام أكو صار تغيير جذري. من أي ناحية؟ من الكثير من النواحي، طبيعة المجتمع، طبيعة القوانين اللي يعني جت للتعليم بصورة عامة سواء التعليم الثانوي أو التعليم العالي. طيب بصراحة طيب. أنا بصراحة يعني أردت يعني أوصل لك فكرة أنه يعني الألقاب العلمية اللي يعني قبل الفاصل يعني بصراحة اللي حصلت عليها حتى أطب لك على هذا الموضوع اللي هو موضوع أساسي ورئيسي. بس عليك تختصرها. أختصر لك يعني إن شاء الله. أنا بالعام قلت لك عام 2002 تعينت 18/9/2002 في جامعة كربلاء. طيب. أخذت لقب مدرس مساعد باعتبار تعينت على شهادة الماجستير. في العام 2006 حصلت على الدكتوراه في 12/4/2006، فتغير لقب العلمي من مدرس مساعد إلى مدرس. طيب.
بعد ذلك شوف بدي احكي لك على حصولي على الالقاب العلميه تدريجي. بالعام 2009 حصلت على لقب استاذ مساعد، عام 2013 حصلت على لقب الاستاذيه البروفيسور. طبعا في يعني دائما انا اخذ المرتبه العلميه، اكو عندنا فترات زمنيه يسموها ضمن الفتره الزمنيه الدنيا او الصغرى والعليا، زين يعني تتجاوزها، فاحنا دائما اخذها ضمن الفتره الزمنيه الصغرى، يعني 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 دائما قبل سنه اخذ الفتره المرتبه العلميه، بحيث انا اصغر لقب استاذ في سنتي في سنه عام 2013، لا اصغر عمرا اقصد استاذ من الفئه العمريه من حمل لقب الاستاذيه في جامعه كربلاء. اصغر شخص يحمل لقب الاستاذيه او البروفيسور في جامعه كربلاء في عام 2013. انا مرات ما ابوح بعمري الحقيقي، انا ما اقدس لك بارك يا موالي، خلي دق الخشب هم العفه هم العفه اي خليها الحمد لله وشكرا. فقلت لك احنا طبعا يعني مناقش اكثر من 100 رساله ماجستير واطروحه الدكتوراه، وفي كل هذا الرسائل اما اكون رئيس لجنه او اكون عضو يعني للجنه، عضو في لجنه المناقشه، تقييم علمي للرسائل والاطاريح تقييم علمي، ايضا تقييم للعديد والمئات من البحوث العلميه في مختلف المجلات العالميه، ناشر بحدود 43 بحث في مجلات عالميه ومحليه، ومن ضمنها ضمن مستوعبات الثومسون رويتر وسكوبس مجلات عالميه. بصراحه عندي اشرفت على 7 طلاب ما بين طلاب ماجستير ودكتوراه، يعني تخرجوا على ايدينا الحمد لله والشكر، وحاليا عندنا طلاب اشراف طلاب ماجستير ودكتوراه حاليا، يعني حتى عندي طالب الدكتوراه حاليا في جامعه المستنصريه، يعني عندنا تعاون مع مو بس جامعه داخل جامعه كربلاء وانما مع الجامعات الاخرى. طيب احنا موضوع درجه الاستاذ لقب الاستاذيه اخذتها بالعام 2013، يعني صار 5 سنوات. ها ما شاء الله، اي يعني زين دكتور، يعني صرت قديم مو اي 5 سنوات؟ اي طبعا اي لا هي 4 سنوات انه بيدخل بالقدم انت، اي يعني لا يعني صار تقريبا يعني 5 سنوات. طيب دكتور خلي اسالك سؤال، اريدك تكون شويه يعني انت صريح. بلي صريح مو؟ لا ما قبل ما ان شاء الله مجانا. انا البارحه كان عندي لقاء ويا السيد الوزير، مو البارحه العفو اول البارحه، زين يعني معالي السيد الوزير كان قاعد، وهذه بصراحة أحكي كلام يعني ما أجامل. لا لا احنا ما عندنا شيء نخاف منه، بالضبط ما عندنا شيء نخاف منه، اي بالضبط. اليوم الإنسان اللي ماشي على الدرجة العلمية مثل ما نقول جبناها بدينا بمجهودنا، صح ما واحد مفضل علينا، ما مفضل علينا حد. صح اليوم دكتور لما نشوف تقييم أدائنا الدراسي، وضع العراق علميا بمراحل متأخرة جدا بالنسبة لمستوى العالم، بالضبط تمام لو لا؟ طيب لكن اليوم لما يعني مرينا احنا قبل ايام مرحله الانتخابات، قبل فتره صارت الانتخابات، لما تجي تصفح الوجوه كل البروفيسور الدكتور البروفيسور الدكتور، زين احنا بالسبعينات ايام السبعينات ايام الستينات كنا في مراحل متقدمه على مستوى العالم، واذا تجي تقلب مثلا المجتمع العراقي ما تلقي يمكن تلقي لك واحد بروفيسور لو اثنين، مو شهر الدكتور اجل 5-6. شنو الاختلاف اليوم؟ اليوم عندنا ما شاء الله ما طر الدنيا أساتذة وما شاء الله وكلهم ماخذينهم باختصاص، صح نجي على وضعنا العلمي احنا في ذيل القائمة، صح بالنسبة لدول العالم، صح وين الخلل وين القصة؟ احنا مثل ما في بداية حديثنا يعني اتطرقنا الى موضوع بعد سقوط النظام، يعني الكثير من القوانين بصراحة يعني بدأت تصب يعني ما لا تصب في رصانة التعليم العالي في العراق، الكثير منها يعني مثلا كان يجي قرار مثلا التحميل او العبور، نظام العبور، هذا نظام العبور يعني الطالب من يرسب في مرحله معينه ويرسب مادتين يتحملهن المادتين ويعبر الى المرحله اللي بعدها. طبعا احنا ضمن يعني انا تدري دار يعني كنت رئيس لجان امتحانيه كثيره، وكنت رئيس قسم الكيمياء في جامعه كربلاء، مقرر قسم الكيمياء في جامعه كربلاء، مدير تحرير مجله جامعه كربلاء العلميه، يعني تبوأت الكثير من المناصب الاداريه في جامعه كربلاء بصراحه، فعلى تماس وعلى اطلاع بالكثير من الامور العلميه. فالطالب اليوم من يعبر من المرحله الاولى للثانيه وهو متحمل المادتين يعتبر نفسه بالمرحلة الثانية هو أوتوماتيكيا لازم بالسنة اللي بعدها أوتوماتيكيا لازم ينجح بالمادتين، أكيد طبعا، فما راح يعير أهمية، ما راح يدرس، ما راح يبذل جهد كبير حتى يعني يدرس هذه المادتين ويغطي النصاب وحتى يعبر المرحلة الثانية، وإنما تكون عنده نوع من اللامبالاة.
بالإضافة إلى ذلك الأقسام العلمية تكون في حرج، هذا إذا يرسب سنتين ثلاثة عنده يترقن قيده. وتدري تبدي تتدخل هاي الظروف، ظروف الطلبة والظروف الوضع الراهن، كهرباء من قطع الوضع الكهرباء، العلاقات الحزبية، العلاقات المسؤولية، التليفونات تشتغل زين، عندك الوضع الاقتصادي يبرروها بكثير من برات زين. فبصراحة بدأت تكون دخلت الكثير من المجاملة بهالجانب هذا. يتحمل مجاملة دكتور هذا الجانب؟ أنا أشوف هذا موضوع يعني العلم، لما مثلاً موضوع مثلاً العلم يعني إحنا عدنا، إحنا مو بس نخرج وفي بعض الأحيان نسلم حياة ناس. بالضبط تمام لولا يعني. وبالمناسبة ترى حياة ناس مو فقط مختصر على كلية الطب، لا لا لا. اليوم المهندس اللي يصمم البناية يصمم حياة ناس، اليوم اللي يتخرجون بالكيمياء التحليلية حياة أستاذ ناس. أستاذ أحمد أنا أحكي لك، أنا حتى حاكيها بأكثر من مؤتمرات بصراحة، أقول لهم إحنا وزارة التعليم العالي إحنا مصنع للأجيال، مو احنا المستقبل بصوره عامه. احنا نخرج الطبيب، نخرج المهندس، نخرج المدرس، نخرج المهندس مو قلنا ايه؟ طبيب بيطري، صيدلاني، كل هذه المخرجات اللي هي مخرجات التعليم العالي هي مدخلات للوزارات الاخرى اكيد. فانت قد ما ترفع من مستوى هذه المخرجات مالتك راح ترفع من مستوى الكوادر في الوزارات الأخرى، وبالتالي راح تكون أكو نهضة بهذا المجتمع. للأسف الشديد إحنا دا نلاحظ الأساتذة والكوادر اللي دا نخرجها بصراحة، أنا ما أرد يعني ما أرد أعمم بصراحة، بس لا، هنالك نسبة كبيرة من هؤلاء الكفاءات اللي تتخرج هي مو بالمستوى بصراحة، مو بالمستوى. يعني أنا لحد البارحة أو البارحة كان عندي لقاء مع السيد الوزير، بصراحة أثنيت على قراراته الأخيرة، كان عندي لقاء مع السيد وزير فأثنيت على يعني قراراته الأخيرة اللي هو عدم العمل بقانون العبور وعدم العمل بقانون الدور الثالث التكميلي. وهذه القوانين بصراحة سابقا كانت تعمل على تدني مستوى التعليم العالي، تدني الرصانة العلمية، في حين الآن الحمد لله والشكر وصلنا إلى مرحلة بدينا نتخطى هذه الظروف وهذه الصعاب، بحيث نحاول أن نرجع للتعليم العالي هيبته، بحيث يكون المدرس هو بمكانة المدرس اللي كان يتخرج بأيام السبعينات، الطبيب يتخرج بمستوى الطبيب اللي كان يتخرج بالسبعينات خلينا طيب نقول طيب طيب كانت طيب اكو هناك بصراحه ثوره علميه بالعراق في زين السبعينات زين دكتور. احنا بصراحه نريد نرجع بمستواها او افضل، لانه ظروف الهسه افضل افضل ليش؟ لانه هسه احنا عندنا انفتاح على العالم طبعا، البحوث العلميه متوفره، اتصالنا بالعالم متوفر، اكو خطوط قنوات لقاء كثيره مع دول العالم، زمالات بعثات دراسيه، طلب ايضا زمالات دراسيه بعثات، هذه كلها المفروض احنا نستغلها نستثمرها، ولكن بايش نستثمرها؟ نستثمرها بتطوير الجانب العلمي والتعليمي في العراق. زين دكتور، ما تتوقع زين هسه انت يعني خلينا الكره احنا في ملعب الوزاره او في ملعب احنا بصراحه مو نقدر نقول الوزاره، وانما هو بصوره عامه الوضع السياسي يؤثر بظلاله على كل المستويات زين. من ضمنها الجانب التعليمي العام. زين خلي اجهز المستوى العلمي، المستوى العلمي بالنسبه للطلبه يعني اريد افهم قصه، انت حضرتك قلت ويعني انا هم استغرب على قضيه، دائما ابناء المناطق الريفيه، وانا افتخر انه اكون من هذه المناطق، حياك الله، تكون مستوياتنا العلميه اعلى من مستويات المدينه، شنو القصه ليش؟ ايش عجب؟ هي هاي هنا ظروف كثيره بصراحه زي. يعني خلي اترك لك الاجابه واردفك بسؤال اخر بي. يعني ماكو ترك اسمح لي زي. قبل هذا الطين وهذا التبليط ماكو، وتروح للمدرسة حصان مفروشة، كنا نقرأ علالة، لا والله والله بدعتك، اليوم كل شيء متوفر للطالب، بينما الدرجة العلمية والذهنية والذكاء لذيك الأجيال أعلى من هاي الأجيال، صح؟ شنو السبب؟ لأن السؤال بس كن باختصار باختصار إن شاء الله. طبعا إحنا بالمناسبة إحنا واحدة من الأمور اللي يعني تخلي الإنسان خلينا نقول كفو وعنده طموح كبير هو أنه يحدد هدف. طيب أبناء المناطق الريفية بصراحة حتى الأهالي يشعرون أنه أكو أمور ما قدروا يحققوها هم بذاتهم. الأهالي الآباء مثلا يعني أنا هسه من أحكي لك أنا بصراحة كل يعني الوالد الله يرحمه بذل قصارى جهوده في سبيل أنه أنا أكون
بهذا المستوى بصراحة. ممتاز. فإلى الرحمة في هذا اليوم الكريم إن شاء الله. زين يعني كان إلى الدور الأكبر والأهم في أنه وصل لهذا المكان هذا. يعني بحيث وصل إلى مرحلة قال لي ما أقصر وياك لآخر نفس. والله يرحمه توفى هو وأنا في كنت في مرحلة البكالوريوس في وقتها بصراحة. ما يعني ما شاهد بصراحة الماجستير والدكتورة وكذا، بس كان الفضل الأكبر إلى في هذا الإنجاز بصراحة. يعني فقلت لك يعني واحدة من الأمور اللي كانوا الآباء والمنطقة في ما محققة في الشيء، فيريدوا يسعون إنه يحققون هذا الشيء من خلال أولادهم، من خلال أبنائهم، فيوفروا لهم كل الفرص كل السبل في سبيل أنه يحققون هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك هاي البيئة بيئة نقية، بيئة خام، بيئة بساطة، ما ملوثة، ما ملوثة بمعنى كلمة ما ملوثة، ما ملوثة بكثير من العادات السيئة. زين في حين من تلقى بيئة أخرى لا تلقاها ملوثة، قد تكون طبقة مترفة، قد تكون هذه الطبقة المترفة بصراحة راح تأثر بكثير. يعني يشوف أبوه هو محقق في إنجاز معين فيقول لك أنا ما راح أقدر أحقق إنجاز أكثر من واقع أبوه، صح. فيكون ما عنده ذاك الطموح، ما عنده ذاك الهدف اللي يعني يكون هدف تحت مرمى حتى في سبيل يبذل جهد كبير وقصارى جهوده حتى يحقق هذا الهدف. في حين إحنا لا كنا يعني بصراحة أنا مرات من أرجع وأستذكر ذيك الأيام أقول فعلا هي أيام جهاد. يعني كنا نقرأ على اللالة بحيث الصبح تريد تستنشق هواء تحسك كربون جوه بالرئة مالتك، زين تتحمل أنت مسافة هذه تقريبا بحدود 3 كيلومتر تمشيها بالطين بالمطر وحتى توصل وأنت أول الطلاب واصل وأنت الأول عليهم. فهذه بصراحة بالإضافة إلى ذلك لا ننسى الإيمان بالله سبحانه عز وجل. وهذا الإيمان الإنسان بالضبط هذا الجانب الروحي. الإنسان متى ما يكون مؤمن بالله سبحانه عز وجل فراح يقدر يحقق هدفه. زين فالحمد لله والشكر كنا احنا مؤمنين بأنه الله سبحانه عز وجل هذا الجهد مالتنا اللي نبذله ما راح يضيع، وفعلا ما ضاع الحمد لله والشكر. الآن بصراحة في هذا الوقت تدري حضرتك هاي التكنولوجيا الغربية اللي دخلت بالمناسبة دكتور شيء بشيء أذكر الآن حتى أبناء حتى شباب الريف اليوم ما عندنا ريف بالمناسبة كله صار مدينة ما عندنا أيه. شنو صار؟ يعني صار؟ حتى هم مستوياتهم العلمية احنا مدرد نرجع على موضوع أيه؟ مهم وأساسي هاي التكنولوجيا اللي دخلت لنا الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي خربط إعدادات القنوات الفضائية هذا الأبواب المفتوحة على العراق على المجتمع العراقي وترى مستهدف المجتمع العراقي أكيد زين هاي المفتوحة يعني النوافذ مفتوحة على المجتمع العراقي. فلذلك أنت من وسط هذا التواصل الاجتماعي والإنترنت والتكنولوجيا العالمية هي ما أجت محصورة فقط على أبناء المدينة لا وإنما كل شملت على كل المجتمع أكيد. فلذلك أنا هسه مرات يعني أنا متأكد طلابنا يبقون إلى ساعات متأخرة من الليل هو باقي على الإنترنت. زين أوكي من الإنترنت هو عبارة إناء، هذا الإناء ممكن أن تشرب به يعني الخمرة ممكن تشرب به الماء زين أو اللبن زين. فإحنا ليش ما نستغل استغلال أمثل صحيح. نستغل هذا الـ يعني الإنترنت والتواصل الاجتماعي وهاي التكنولوجيا في الحصول على معلومات علمية، تحديث بحوثنا، كتابة رسائلنا الجامعية، طارح الدكتوراه، هاي الأمور اللي يحتاجها نحتاجها فعليا أيه. في النهضة العلمية. في حين لا أنا أجزم لك كثير من الناس مع الأسف يتجهون باتجاه آخر وللأسف الشديد يعني بصراحة. لذلك من هذا واحدة من الأسباب اللي أدت إلى انخفاض ورأسان التعليم العالي بالعراق. وبالمناسبة هذا كله من جرفنا من جرف الوطن دكتور. خلي أرجع إلى شهر رمضان المبارك، طقوس رمضان، عادات رمضان، هذه العادات الجميلة جدا اللي بالمناسبة ترى حتى أكو بعض الطقوس والتقاليد والعادات اللي هم بدينا نغادرها في مجتمعنا. بالضبط حتى بالدائرة المجتمع العريفي هم بدأت تتغادر. إيه بلي هو أحكي بصورة عامة أكون حدار بمستوى عام بالمجتمع. هذا إيراد لحلقات بالضبط حلقات هذا إيه بلي إيراد لاستطلاع رأي وجلسات يمكن ما تخلص صحيح. خلي أرجع إلى شهر رمضان المبارك، هاي العادات والتقاليد اللطيفة، شو من العادات والتقاليد اللي لازلتوا أنتم اليوم محتفظين بها؟ والله طبعاً بالمناسبة هذا المجلس اليوم هو من ضمن هذا دليل حي خلينا نقول للعادات الرمضانية الطبخ اللي بالضبط هذا دليل حي للعادات الرمضانية اللي محتاجين عليها بصراحة. الحمد لله والشكر مناطقنا هنا مناطق ريفية احنا عادة هنا في مناطقنا يعني عادة يعني اجواء رمضان مميزة بصراحة لانه الله سبحانه عز وجل ميز هذا الشهر العظيم وهو يسمى شهر الله. فاحنا اليوم كلنا احنا
في ضيافة الرب، في ضيافة الله سبحانه عز وجل، وفي ضيافة الرب الكريم احنا. فاحنا عادة في شهر رمضان بصراحة يعني نقوم بختمات القرآن، بالتواصل مع الأحبة والأقارب والجيران، إعداد مجالس حسينية، إعداد مآدب إفطار مشتركة بيننا يعني بين الأصدقاء بين الجيران بين الأعمام والأهل. الهدف من عندها هو هم صلة الرحم والقربة والنقاش، وبالإضافة إلى ذلك التفكك بأمور الدين. يعني هسه مجلس حسيني اليوم إن شاء الله إحنا من راح يكون مجلس حسيني، يعني هذا المجلس راح يكون من واحدة من الخطوات الأساسية والرئيسية به إنه التطرق إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله السلام، الوضع العام طبعا، يعني خلينا نقول هي محاضرة توجيهية تكون به، التعرض على والتنقيب في مناقب آل البيت عليهم السلام، كل هذه الأمور ممكن إنه في رمضان. أجواء رمضان أجواء مباركة، أجواء لها خصوصيتها. الله سبحانه عز وجل بصراحة ميز هذا الشهر الكريم في ليلة كريمة هي ليلة القدر طبعا، والتي تعادل ألف يعني الله سبحانه ألف وتعالى أنزل كتابه الكريم في هذا الشهر أفضل من ألف شهر زين. يعني لما ترجع تحسبها أنت بحدود 83 سنة، لما تحسبها قسم ألف شهر على 12 يعني يكون عندك بحدود 83 سنة. هو عمر الإنسان ما يصير 83 يعني إلا ما ندر. اليوم الدراسات، ترى اليوم دراسات الصحة العالمية تقول، دراسة قرأتها يمكن البارحة تقول معدل العمر أصبح من 65 إلى 85 هذا شباب. خلينا شباب دكتور، إحنا بالعراق هاي بالعالم صح بالعالم ايه؟ أنا وياك بالعالم، إحنا هم إحنا بالعالم، بس احنا بالعراق غير شكل بصراحه. احنا متوسط الاعمار بالعراق بصراحه يعني في احسن الاحوال لا يتجاوز 75 متوسط الاعمار. اي متوسط زين، متوسط الاعمار زين ممتاز. ايه؟ في حين انا بدي اقول لك 83 سنه بل. اي فاحنا قلت لك الكثير من العادات اللي يعني اللي معتادين عليها منذ كنا منذ الطفوله واليومنا هذا يعني معتادين عليها في هذا الشهر الكريم، اللقاء بالاحبه الاصدقاء. خلي دكتور اترك العادات بصوره عامه، خلي اجي الى طقوسك وعاداتك الخاصه. وبالمناسبه خلي انا وفد تنويه لكل المشاهدين الكرام، احنا الان يمكن خلف الكاميرات لا ترون ماذا يجري خلف الكاميرات، هناك عدد كبير جدا من الحضور الذين حضروا الى هذا المجلس، المجلس الحسيني الذي يقام اليوم ان شاء الله، وهنالك ايضا مأدبه افطار تقام في هذا البيت وفي ضيافة البروفيسور الدكتور منير عبد العال الدعمي وعائلته أيضا. فبالتالي أعتقد أصوات الأخوة تدخل علينا بالصوت. بلي دكتور، خلي أرجع إلى طقوسك الخاصة إن شاء الله. حياك الله. إحنا بالنسبة لي يعني بالطقوس الخاصة بلي قلت لك يعني من الله عليه سبحانه عز وجل الحمد لله والشكر بالصحة والإمكانية أنه أصوم هذا الشهر العظيم يعني منذ الصغر بصراحة. يعني ممكن أقول لك قبل لا أبلغ سن التكليف بصراحة يعني هم يعني الصيام، لأن الحمد لله والشكر احنا تعلمنا ونبنينا في إناء الحمد لله والشكر إن شاء الله إناء طاهر، وعلمونا أهلنا ويعني وحتى جيراننا وأصدقائنا ومجتمعنا هنا الكربلائي أنه نكون ناس محافظين أصحاب خلق أصحاب حادين، والحمد لله والشكر هاي منا من الله سبحانه وتعالى الحمد لله والشكر. هذه كرامة كبيرة. فقلت لك من على الله سبحانه وتعالى في كل شهر الحمد لله أختم القرآن الكريم زين، وأهدي في نهاية كل عام إلى يعني إلى الأئمة المعصومين. قبل ذلك أهديته إلى روح والدي الله يرحمه ووالدتي بالإضافة موجودة على قيد حياتي بالضبط، بس هي تدري لا تبقى ولا يعني أكيد أمهاتنا كنا كلهن من شهر نظام مثل ما نقول. هذا النقطة، النقطة الأساسية الرئيسية بعد ذلك يعني من ضمن الطقوس أنا عندي دائما يعني قراءة لدعاء جوشن، دعاء جوشن كبير لطيف، يعني تدري هذا يعني مبارك أنه يقرأ في شهر رمضان 3 مرات، فأنا أقسمها بالعشرة الأولى أقرأ مرة والعشرة الثانية مرة والعشرة الثالثة مرة أخرى لطيف. بالإضافة إلى ذلك بصراحة يعني من ضمن الطقوس اللي أديها في شهر رمضان الكريم هو دعاء السحر، يعني هذه الطقوس الدينية الأخرى بل. يعني متابعة اختصاصك العلمي إقامة المجالس الحسينية يعني أنا أقيم مجالس حسينية، أما في بيتي هنا بيت إخواني الدعوم الأساسي والرئيسي هنا وأنا بيتي في كربلاء بالروضتين قريب عن الإمام. بالإضافة إلى ذلك أداء زيارة آل البيت عليهم السلام، زيارة الإمام الحسين عليه السلام، زيارة سامراء في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، إحنا عندنا تقليد في كربلاء الجمعة الأخيرة من رمضان نحاول أغلب أهالي كربلاء يتجهون إلى
سامراء ونسوي مأدبة إفطار كبيرة صح هناك. صح صح هذه معتادة عندنا في كربلاء أنه نؤدي هناك هذه المأدبة الإفطار الكبيرة في كربلاء. والحمد لله وشكرا إن شاء الله يمن علينا الله سبحانه في هذا الشهر إن شاء الله أيضا بالإضافة إلى ذلك في كربلاء وروح لهناك إن شاء الله. بالإضافة إلى ذلك نؤدي زيارة وفاة يعني الإمام علي عليه السلام وذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام يعني أيضا أديها في النجف الأشرف وهذه الطقوس عادة نحن متعدين عليها يعني أنا والعائلة والإخوان والأهالي يعني حلو لطيف. اختصاصك العلمي إلى علاقة بما يجري من طقوس في شهر رمضان المبارك صيام وإفطار وكذا إحنا أكيد إحنا أنا طبعا تدري يعني أكو آية قرآنية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. حس رجال الدين يتجهون باتجاه آخر بل. الناس علميين باتجاه آخر يحوها بمنحة آخر زي. إحنا نقول إنه صراحة بالنسبة إن أكو دراسات علمية أنا أتابعها دراسات علمية بل. دراسات علمية هسه أثبتت في أمريكا وفي المملكة المتحدة بريطانيا أثبتت هذه الدراسات إنه الشخص عندما يصوم 8 ساعات متتالية طيب. صيام 8 ساعات متتالية عن الأكل والشرب هناك خلايا هذه الخلايا يسموها خلايا حية وأكو خلايا في داخل جسم الإنسان يسموها خلايا ميتة. هذه الخلايا الحية تقوم بالتهام هذه الخلايا الميتة واللي هي الخلايا العفو يسموها الخلايا السرطانية ما شاء الله الكانسر سيل وبالتالي هذه الخلايا الحية تلتهم هذه الخلايا السرطانية ولذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شو يقول صوم وتصحوا. احنا من نجي نقول صوم وتصحوا لقينا تطبيق عملي وعلمي إلها انه اليوم التجارب العلمية في العالم الغربي وجدت انه الانسان اللي معرض لا سمح الله للامراض الخبيثة ان يوم هو باستطاعته انه مجرد يؤدي طقوس الصيام والطقوس الرمضانية راح الكثير من الخلايا السرطانية ممكن أن تلتئمها هذه الخلايا الحية ويخلص ويشافها ببركة الصيام ما شاء الله. لذلك هذا تجسيد عملي لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه صوموا تصحوا. أحسن. إذن دكتور يعني كان الحوار معك ممتع جدا وجميل جدا. الله يحفظك. أيضا إحنا الأخوة الحاضرين كل ما شاء الله مشايخنا الأعزاء ينتظروننا أيضا حتى نقوم عليهم أنا حتى أعرفك عليهم أكيد. احنا في ختام الحلقة عندنا درع يقدم لكل من نكون في ضيافته وفي داره وفي اهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالتالي احنا حتى شرفتوا كتبنا على الدرع باسم البرنامج فاليوم قدم لك هذا ممتاز ممتاز شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا جزيلا دكتور شكرا اخوي العزيز حياك الله سعداء جدا الله يسلمك اشكرك في معيتك اليوم الله يحفظكم ضيافة هذه العائلة الله يحفظكم ونتمنى لك رب إن شاء الله توفيقكم في حياتك العلمية وحياتك العملية الله يحفظكم. إذن مشاهدي الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم مثل ما نوهت أيضا هنالك حضور في هذا المكان لإقامة مجلس حسيني في هذه الليلة وهنالك أيضا مأدبة إفطار تقام من قبل الأخوة وبالتحديد البروفيسور الدكتور منير عبد العال الدعمي وكل أخوانه وهذه العائلة الكريمة شكرا لكم على حسن الصغي والمتابعة إلى أن نلتقي بحلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.